حدش واقف معانا، والريحة كتلتنا، ولا بنعرف ننام ولا بنعرف ناكل ولا بنعرف نشرب. الريحة كتلتنا خالص، بنعرفش ننام طول الليل، بنحك في البعوض، بنعرفش نقعد خالص، ما حدش مدور علينا. وهذه النفايات وتكدسها أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض، بالإضافة إلى وصول العصارة، عصارة اللي هي النفايات، إلى الخزان الجوفي الذي هو مصدر المياه الأساسي لسكان مدينة خان يونس وقطاع غزة بشكل عام، حيث أن هذه المكبات المؤقتة. احنا يا اخو كنا اول اشي قاعدين في دورنا، ما لقينا الا الصواريخ علينا والقذايف والرصاص. يعني مجاعة في غزة، كل اشي غالي. البنبص ببعوه بخمسين شيكل، ما معناش نشتري. البنت بدها حليب بتسعين شيكل العلبة، وفيش اكل. شردنا على معسكر الشاطئ، برضو هددوا المنطقة اللي احنا فيها. قعدنا يومين في السجعية اللي هم رموا علينا صواريخ. اجينا هنا اليوم